بهيدا الفيديو رح اخدكم رحلة سفاري. شو ما في حيوانات بتخطر على بالكم من ضمن ملك الغابة رح نشوفها بهيدا الفيديو، بس ما رح نروح على افريقيا، رح نروح على مكان تاني. جاهزين؟ يلا معي. شايفين هيدي مكتوب Dangerous Animals Windows Closed، حيوانات خطيرة خلوا الشبابيك مسكرة. هذا أسد نايم ممكن لكم عم بيزيح شوي، ما في شيء بيناتنا. إذا بنفتح الباب وبننزل حده ليكو، هدول كمان فلتتين، ما في شيء بينك وبينه. ليك ليك شفتوا هالشباك، هالشباك ها ليك وينه؟ احنا يعني هون بفتح الباب نطلع لبرا. ليك هلا كيف قرب على السيارات، عم بيحاولوا انه يبعدوه عن السيارات، ولكن هو عم بيهرب منهم، عامل حصار علينا وعلى السياره اللي حدنا. الحلو بهيدي السفاري انه فيها اكثر من قسم وفيها اكثر من شغله، وصراحه فيكم تقضوا نهاركم كلهم هون، لانه بدكم كثير وقت، يعني اكثر من ساعه لحتى تخلصوا كل الاشياء الموجوده. هلا وصلنا نحن على السفاري. اول ما توصلوا لهون بدكم تدفعوا الدخوليه، ما بياخذوا دخوليه على السياره، بياخذوا دخوليه على كم شخص في بقلب السياره، كبار وصغار. بشكل عام اللي عمرهم تحت السنتين تقريبا دائما بكل الاتراكشنز بتروحوا عليهم هن ببلاش، اللي هن فوق السنتين بتدفعوا $36.95، والكبار اللي هن فوق ال 13 عام رح تدفعوا عليهم $49.95. سو لما بتوصلوا على الستيشن اللي هي بتكون على مدخل السفاري بتقولوا لهم كان في واحد بالسياره، بدكم تكونوا صادقين معهم، بيعطوكم الفاتوره وبتدفعوا وبتفوتوا لجوا. بشكل عام اذا انتم معكم بيك اب او شيء صندوق من ورا مفتوح رح يطلبوا منكم انه تفضوا كل الاغراض الموجودين فيه. اكيد هن عندهم مثل صناديق هون او بكسات جايين حديد، بيعطوكم واحد منهم بتحطوا اغراضكم فيه وبتفوتوا. انا مره جينا نحن ب F-150، فشو ما كان في غراب بال F-150 من ورا، حتى لو كان في له غطا من ورا بيشيلوا لكم اياهم بحطوهم، لانه مثل ما رح تشوفوا بعد شوي الحيوانات كلها فلتانه وموجوده على الطريق وعم بيمشوا بيناتكم. يلا فوت على السفاري. شايفين هيدي مكتوب Dangerous Animals Windows Closed، حيوانات خطيرة خلوا الشبابيك مسكرة. هون وصلنا لحد الأسودة. هذا أسد نايم ممكن لكم عم بيزيح شوي، ما في شيء بيناتنا. إذا بنفتح الباب وبننزل حده أكيد هون كله سيارات ليتأكدوا إنه أنتم مسكرين. ليكوا هدول كمان فلتتين، ما في شيء بينك وبينهم. ليك ليك شفتوا هالشباك، هالشباك ها ليك وينهم؟ نحن يعني هون بفتح الباب نطلع لبرا. ليك هلا كيف قرب على السيارات، عم بيحاولوا انه يبعدوه عن السيارات، ولكن هو عم بيهرب منهم، عامل حصار علينا وعلى السياره اللي حدنا. الحلو بهيدي السفاري انه فيها اكثر من قسم وفيها اكثر من شغله، وصراحه فيكم تقضوا نهاركم كلهم هون، لانه بدكم كثير وقت، يعني اكثر من ساعه لحتى تخلصوا كل الاشياء الموجوده. في السفاري اللي هي بتسوقوا بسيارتكم وبتسوقوا بين الحيوانات وبتشوفوا عده انواع من الحيوانات قدامكم عم يمشوا، بس تخلصوا منها ما تفلوا، صفوا سيارتكم وتقعوا على هيدي البارت الثانيه، هيدي البارت اللي هون اللي شايفينها هلا رح فرجيكم عليها اكثر واكثر. هيدي البارت فيكم تطلعوا بهيدي الشختوره، في هون مثل ما شايفين في ثعابين وقرود وغيرها، ايضا في مثل باتينج زو، في مثل فيلا، طيور كبيره وصغيره، عروض بيعملوا لكم اياها للحيوانات، في العاب للاطفال الصغار، في فود كورت اذا بده ياكل الواحد، في اكل بقلبها فاست فود وغيرها، حتى اذا انتم يمكن جايين معكم الكلكم بدكم تعملوا بيكنيك، في مثل هيدي الطاولات فيكم تقعدوا هون وتعملوا بيكنيك وتقضوا نهاركم كله هون. خلينا نكمل باللفه تبعنا ونفرجيكم شو بعد فيه بالافريكان سفاري. هلا شو بدنا نطلع باليخت او البوت. جاهزين؟ يلا طلعوا معنا. تو هاي هاو ار يو؟ جود جود. خلينا نقعد هون بالبوت مع التكت اللي انتم اخذتوه. هودي البوت اليخت يعني مشمول، ما بتدفعوا زياده عليه، هذا ضمن التكت اللي انتم دفعتوه اول ما فتوا على هيدا السفاري. انتو بهيدي الرحلة باليخت رح تشوفوا عدة أنواع من الحيوانات اللي يمكن شفتوا بعضها بقلب السفاري، يمكن بعضها لأ منه موجود هونيك، ولكن هيك رحلة كتير حلوة، مي ونهر
ورواق. هيدا القسم من السفاري هو القسم اللي هو فيه بقلبه الفود تراكس مثل ما شايفين هون وراي، واللي اجمل من هيك فيه بقلبه الالعاب للاطفال وحتى الكبار، حتى الكبار فيهم يعملوا يطلعوا في العاب مائيه مثل شايفين انتم وراي هونيك. شو ما بتفكروا فيها العاب هيك حلوه للاولاد موجوده مع الفود تراكس، كمان مع البيكنيك تيبلز الاشخاص اللي بدهم الاهل يقعدوا ياكلوا يتحدثوا والاولاد بيلعبوا. حتكون هون خلينا افرجيكم اكثر علي على هيدا القسم من السفاري. هلا هيدا القسم اللي موجودين فيه نحن، هيدا الواتر بارك مثل ما شايفين كله العاب للاولاد، ما في شيء غامق، في سلايدز، في غيرها من الالعاب المائيه الموجوده، كثير حلو وسيف لانه منه غامق لا سمح الله، ما بتحكي الهم الولد يغرق او شيء. مثل ما شايفين يعني كلهم اللايف جاردز وهيك كلهم موجودين، مثل ما شايفين هيدي وراي، في كثير يعني حلوين صراحه، الاولاد بينبسطوا فيهم، بس تاكدوا انه جايبين معكم غيار زياده عشان الاولاد بس ينطلوا مي تغيروا لهم ثيابهم وكملوا السفاري. انا بعتقد هيدي عملوها اخر شيء، يعني روحوا اعملوا كل شيء وبعدين نهون هاركون هون بالالعاب المائيه، بعدين اذا بتحبوا تروحوا تاكلوا في الفود كورت مطرح ما في الاكل وفي المحلات تبع الاكل والمطاعم كلها، بعدين فيكم تفلوا وتخلصوا نهاركم. قبل ما نكمل جولتنا بالافريكان لاين سفاري خليني اتشكر الداعم تبع هيدا الفيديو مطعم دارنا، موجودين بباترسون بنيو جيرسي، بيقدموا اطيب واشهى الماكولات العربيه والشرقيه، معلوماتهم موجوده باسفل الشاشه وايضا بمربع الوصف. هلا خلينا نكمل جولتنا. هلا وصلنا لهيدا القسم مطرح ما بيكون في عروض للطيور وغيرها من الحيوانات، وبس تجوا بيكون في لوحه مثل هيدي مكتوب عليها على سبيل المثال البيرت بارادايز، هيدا بيكون مثل الببغه يعني العروض تبع الببغه، اي ساعات عندهم العروض، طيور ثانيه كمان بيكون اي ساعه عندهم عروض، وفي شيء اسمه وايلد وندرز، هيدا بيكون فيه مثل التمساح، بيكون فيه مثل افاعي وغيرها من هيدي الامور، بتطلعوا هو اي ساعه هيدي العروض، والسيتنج او القعده تبع هيدي العروض هو اللي بيوصل اول شيء بيقعد اقرب شيء، فبالتالي حاولوا انه توصلوا بكير. كمان هيدي العروض تبع الطيور والحيوانات وغيرها مشموله بالتيكت تبعكم اللي انتم اشتريتوه اول ما فتوا على هيدي السفاري. هيدا القسم اللي هلا نحن فيه هو الباتينج زو، هيدا بالباتينج زو في عده حيوانات اليفه بتكون، والحلو انه انتم هون فيكن تلمسوها للحيوانات، مطرح ما فتنا على السفاري لجوا ممنوع تفتحوا الشباك، ممنوع تلمسوا الحيوانات، ممنوع تطعموهم. بهيدي السكشن مثل هون شايفين وراي في لاما، جوت، في تشيب، في شغلات كثير حلوه هون. هون فيكن تقربوا ليهم، فيكن يعني تلمسوهم، بس ما فيكن تطعموهم لانه هن في عندهم دايت محدد بيكونوا فما فيكن تلمسوهم. هيدي المنطقة هون كلها طيور من مختلف الانواع، وكل واحد بحط لكم عليه هو شو نوعه منين جاي، مثل هيدا من استراليا، هيدا من امريكا الجنوبية، وينهم موجودين هونيك ما بعرف فيكم تشوفوهم، هودي البومي نحن بنقول لهم الاول، هيدا كمان استراليا، كمان موجودة على هونيك على الاخير، ليكو هون شفتوه، هدو هون هيدا اللي هون. هيدا القسم من السفاري اللي وصلنا له هلا هو القسم اللي فيه الفيلة، كثير حلو هيدا القسم، بتقدروا يعني مش كثير بعاد عنكم مثل ما شايفين وراي، هودي الفيلة قريبين كثير لإلهم، شايفين العالم توقفون، حتى عندهم بيبي هودي الفيلة، عندهم فيل صغير. لحد هلا كل الاشياء اللي رحنا عليها مشموله باول تذكره اشتريناها او اول تيكت اشتريناه، اللي هو هيدا الشغله الوحيده اللي بتدفعها، اكيد اذا اشتريتوا اكل، اذا اشتريتوا مشروبات، غيره من هيدي الامور، هيدا بيكون زياده. On your mark, get set. Go. Good job. Looks like everyone is very easy. واحد من العروض والشوز اللي عم يعملوها مع الطيور، نقوا بنتي نور انه تعمل مع الطيور، خلي فرجيكم يلا. Now, who is rooting for our volunteers? Woo! What about our black vultures? Are you guys ready? On your mark,
Next set, go! There we go! Go, Noor! Go, Noor! Looks like the volunteers are taking a bit of a lead. Come on, Noor! Come on, Noor! Oh, someone hasn't even touched the pole yet. There we go! Definitely looks like our volunteers won that one. Amazing job, guys. Round of applause for our volunteers. They did incredible. Amazing job. You can head on back to your friends and family. Amazing job. نور سبقتهم للتشور، كانت أسرع منهم، ربحنا ربحنا السباق. خلني أسأل فاطمة ونور هن ولادي، كيف كانت السفاري لحد هلا؟ نور، how's the safari so far؟ It was so good. So good؟ Yeah. Who was faster؟ مين كان أسرع، أنت ولا البيردز؟ Who was faster؟ أنا هي كانت أسرع ربحت، أوكي تام تام تام، كيف السفاري؟ Very nice. Very nice. شو كان أحلى شيء بالسفاري لحد هلا؟ The water park. من الأشياء اللي فيكم تعملوها أيضا بالأفريكان لاين سفاري هو الترين أو الريلوي هني بيسموه. هيدا بياخدكم حوالين السفاري هون بدون ما تروحوا أكيد مطرح ما فيه الحيوانات مطرح ما تفوت السيارة هون تقريبا حد السفاري بتطلعوا فيه. كمان هيدا الترين وهيدا الريلوي مشمول بالتيكت الاساسي اللي انتم اشتريتوه. فعدوا معي لحد هلا شو صرنا رايحين على محلات. صرنا رايحين على السفاري، رحنا بالبوت، في العاب للاولاد، في العاب مائيه والعاب عاديه، رحنا شفنا الطيور، عملنا البيتنج زو، كمان في العروض والشوز مع الطيور ومع غيرها من الحيوانات، وهلا الترين. بالنسبة للأكل بالفود كورت في عدة خيارات، وأنتم ماشيين على المسار بالسفاري مطرح ما فيه الطيور والباتينج زو هيك كمان في عدة خيارات، بس الفود كورت هي الأكثر شيء فيه أكل بقلبها. في عدة أنواع من الأكل، موستلي بيكون يعني فاست فود، أكل سريع، وجبات سريعة، في كل شيء يعني، في برجرز، في بيتزا، في فرايز. بالنسبة للأكل الحلال شفت في يعني فيش، في سمك، وفي البيتزا، وفي الفرايز، وهيك شغلات. هيدي كانت الرحلة تبعنا بالأفريكان لاين سفاري بكندا. أكيد العنوان رح أحط لكم إياه على الشاشة وأيضا بمربع الوصف للأشخاص اللي بيحبوا يجوا على هذا المكان. أكيد هيدي دعاية غير مدفوعة، بس عم حاول فرجيكم على أماكن فيكم تروحوا تزوروها وتغيروا جو انتوا والعائله تبعكم، هيك بتتقربوا اكثر من اولادكم ومن عائلتكم. مش غلط تطلعوا مع اولادكم وعملوا هيدي الروحات والدهرات، بتعملوا معهم ميموريز، ذكريات كثير حلوه. لما بيكبر الولد بيقول اهلي اخذوني لهون ولهونيك، وبيحكوا لرفقاتهم بالمدرسه. عملوا لنا شير لهذا الفيديو، اعطوني رايكم بهكذا نوع من الفلوجات اللي عم بعملكم اياها كل فتره، مش غلط. اكيد كمان عملوا تاج لاشخاص ثانيين، ومنهم تبعنا اي تبعنا المتابعه مجانيه، لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على يوتيوب. كمان كن حسين هاشم من أفريكان لاين سفاري بكندا. إلى اللقاء.